السلام عليكم. مباراة قوية منتظرة ستجمع بين الجزائر وتوغو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائية كأس أفريقيا 2025 بالمغرب. تحتل الجزائر المركز 41 في تصنيف فيفا العالمي للمنتخبات، فيما تحتل توغو المركز 19 بعد المئة. وتتصدر الجزائر ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات بست نقاط بعد فوزها في مباراتها الأولى على غينيا الاستوائية وعلى ليبيريا في مباراتها الثانية. وسيحتضن ملعب 19 ماي بعنابة مباراة الجزائر وتوغو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أفريقيا يوم الخميس القادم 10 أكتوبر 2024 في الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية إن شاء الله. ومن المتوقع نقل هذه المواجهة على قناة الجزائرية الأولى.